هو زي ما حضراتكم شايفين البيانات والحوسبة السحابية الحكومية. ايه المشروع؟ ايه اهميته؟ ليه عملناه؟ ليه عملناه في مصر؟ هيرجع اهميته ايه بالنسبة للحكومة المصرية او بالنسبة لنا احنا كمواطنين؟ خليني ارحب بالمهندس عمرو فاروق مدير المشروع. اهلا بحضرتك معانا يا باشمهندس. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك فندم. قول للناس احنا فين، عايزين نقول لكل المشاهدين احنا فين وعملنا ده امتى وهنستفيد منه ايه، ونبسط للناس الموضوع. اتفضل. واهلا بيكم طبعا. احنا فين؟ احنا في نقطة مضيئة وسط الصحراء قريبة من القاهرة الجديدة. في منطقة جديدة خالص. المشروع هو مشروع من ضمن الإضافات في طريق التحول الرقمي وخطة الدولة 2030. تمام. المشروع بيهدف إلى يعني تقديم الخدمات المبسطة للمواطن بشكل دقيق وفي إطار مؤمن. تمام. المشروع الخدمات المبسطة زي ايه؟ وكل يعني التفاصيل دي احتاج اعرفها. على سبيل المثال يا فندم، احنا المشروع الشباك الواحد. تمام. بعض المواطنين احيانا كان بياخد بعض الوثائق بتاعته اللي بتخصه زي شهادة الميلاد. ايوه. بيلاقي فيها غلطة. ايوه. يعني بيبقاش مصححة، بيبقى طالع باكتر من اسم. ايوه. في شهادة الميلاد. احيانا او في بعض الوثائق الرسمية. نعم. بالتالي المركز هنا دوره هو مش بس حفظ البيانات بتاعت الدولة. بل وتصحيح البيانات المتشابهة جوه الدولة. تمام. تمام. فده الدور الرئيسي، وده بيتم من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي، يعني مفيش تدخل بشري. كل الموضوع هو من قرانات البيانات اللي جاية من جهات مختلفة لنفس الشخص. ايوه. او لنفس الـ 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 الموضوع. طيب. فبالتالي هنا تصحيح بيانات. باشمهندس عمرو فاروق مدير المشروع هيحكي لنا عن المشروع بكل تفاصيله. الحقيقة فندم، من بعد ما خدنا التوجيه تقريبا من سنة، يعني بالتحديد أكتوبر نهاية 2022، وخدنا التكليف وابتدينا في الإجراءات التدبير أو التوقيع على العقود اللي احنا ننفذ بيها المشروع، ابتدينا شغل هنا في مارس 2023. وهنا ده الإنجاز. الإنجاز ده 2023 بدأت. 2023 دي كانت صحراء قبل 2023. 2023 يا فندم. حطينا خطة يعني محكمة ومتزامنة ازاي نشتغل في خمس محاور في نفس الوقت عشان اقدر اطلع بالشكل اللي حضرتك شايفاه واقدر اقدم منتج وخدمة للجهات الحكومية. المشروع ده مكون من ايه فندم؟ المشروع من ناحية الانشائية، هو مكون من ثلاث منشآت. منشأ للإدارة والتشغيل زي ما حضرتك شايفاه، ورعينا فيه البعد الحضارة المصرية لأن المبنى على شكل عين حورس. ايوه. وفي نفس الوقت رعينا فيه البعد التكنولوجي اللي هو بيقدمه، ده أحدث تكنولوجيا موجودة في العالم. ايوه. والمحور الثاني اللي احنا اشتغلنا فيه، يعني المبنى الثاني او المنشأ الثاني، هو الجزء بتاع الداتا سنتر نفسه، استضافة المعدات. ايوه. والمنشأ الثالث هو الاستفادة من المساحة اللي موجودة في انشاء مركز بديل للشبكة الوطنية، بحيث ان لو اللي فين اللي موجودة في المقطم والسات الرئيس كان فتحها المرة اللي فاتت. أيوة. علشان نحافظ على استدامة عمل الشبكة في اثناء اي موقف طارئ. تمام.